مشاهدينا الكرام اللي بيتابعونا على الهواء مباشرة من داخل استوديوهات ميسات من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. يوم عرس الكنيسة هو يوم تتويج بطركها، إذ أن تاريخ الكنيسة هو تاريخ بطاركتها على مر العصور. هذه الكنيسة التي لن تقوى عليها أبواب الجحيم سنين هذا عددها، وكلما تمر الأيام تعود بنا الكنيسة بعهد جديد لتنصيب وتتويج قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني البابا 118 ليجلس خليفة على كرسي ماري مرقس بابا الإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية. مشاهدينا الكرام، هنكون معاكم في جولة إخبارية سريعة. نبدأ معاكم بأول خبر النهاردة. أعلن نيافة الأنبا بخوميوس القائم مقام البطريرك انسحاب الكنائس المصرية رسميا من الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك احتجاجا على بعض الممارسات في الجمعية. هنشوف كلمة الأنبا بخوميوس في انسحاب الكنيسة من لجنة التأسيسية للدستور في مؤتمر صحفي عقده في دير الأنبا بشوي بوادي النطرون، ونرجع نكمل معاكم باقي أخبارنا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بيان بشأن الجمعية التأسيسية للدستور. تابعت كنائسنا القبطية الأرثوذكسية باهتمام بالغ أعمال الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المصري، ودرست حصيلة المسودات الصادرة عنها طوال فترة عملها، كما حضر ممثل الكنيسة جلسات الجمعية العامة واللجان الفرعية، ورصدت الكنيسة بعناية أصداء نتائج أعمال الجمعية على مؤسسات الدولة المختلفة وفئات الشعب المصري بصفة عامة والرأي العام القبطي بصفة خاصة. وقد استشعرنا عدم ارتياح عام للاتجاهات التي سادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة ومناقشات الجمعية، وانتهينا إلى أن الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لا يعكس التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال، كما تعتبر خروجا على التراث المصري الدستوري الذي ناضل من أجله المصريون جميعا مسلمون ومسيحيون، وانتقاصا من الحقوق والحريات
والمواطنة التي اكتسبها المصريون عبر العصور. وقد شارك الأعضاء الممثلون لكنيستنا بروح المحبة والانفتاح الوطنية أثناء مشاركتهم في أعمال لجان الجمعية في تفاعل تام مع مختلف الأطياف والقوى الوطنية، إلا أن المحصلة جاءت على غير ما توقعنا من توافق وطني وحفاظ على الهوية المصرية، الأمر الذي دفعنا للانسحاب من عضوية الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، آملين أن نصل مع باقي الشعب المصري ومؤسساته وقواه الوطنية إلى إنجاز دستور يعبر عن طموحات المصريين في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على هوية الدولة المصرية. ندعو الله أن يوفق بلادنا إلى كل ما فيه الخير لوطننا الكبير الحبيب وشعبه الأصيل. توقيع الأنبا خميس، قائم مقام بطريرك الأقباط الأرثوذكس. برحب بكم مشاهدينا مرة تانية، وبنستكمل معاكم جولتنا الإخبارية. الحقيقة إن في كل وقت الكنيسة بتدين أي اعتداءات وأي عنف وأحداث عنف بتحصل، وعشان كده الخبر التاني اللي هيكون معانا النهاردة، نيافة الأنبا بخوميوس قال إن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية تعرب عن بالغ قلقها واستيائها إذا تدهور الأوضاع في المنطقة العربية جراء الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الأربعاء الماضي. وهنشوف بيان لنيافة الحبر الجليل الأنبا بخوميوس اللي أدان في الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. نشوف البيان ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بيان الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. تعرب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية عن بالغ قلقها واستيائها إزاء تدهور الأوضاع في المنطقة العربية جراء الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني منذ الأربعاء الماضي الموافق 14 نوفمبر الجاري، وهي الاعتداءات التي أسفرت عن وقوع خسائر بشرية ومادية وسقوط عشرات الضحايا من الأطفال والنساء والعجائز، الأمر الذي يضاعف من محنة الشعب الفلسطيني المحتل ويزيد من وطأة معاناة الحصار وينتج عن سقوط العديد من المدنيين الأبرياء. وتقدم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والشعب القبطي خالص التعازي لأسر شهداء الشعب الفلسطيني في الأبرياء الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية الوحشية، وتدعو إلى وقف تصعيد العنف في قطاع غزة حقنا للدماء النازفة من الجسد العربي. وتؤكد الكنيسة على تضامنها مع جميع الجهود والمساعي الرسمية والتدابير الشعبية لوقف عمليات القصف المسلح على الشعب الفلسطيني والحد من تصاعد وتيرة الصراع بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية. وترفع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصلوات من أجل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطلب من الله أن يعطي الحكمة لكافة الأطراف المتنازعة لنبذ الحنف والعودة إلى طاولة الحوار وتغليب العقل حفاظا على أرواح المواطنين الأبرياء. توقيع الأنبا بخوميوس، قائم مقام بطريرك الأقباط الأرثوذكس. برحب بكم مشاهدينا مرة تانية، بنكمل معاكم جولتنا الإخبارية، ووصلنا النهاردة لأهم خبر عندنا واللي انتظرناه بقالنا كتير، رحلة من الأصوام والصلوات والإيدين المرفوعة لربنا عشان يختار الراعي الصالح.
والسماء أشارت ونادت بقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني ليكون البابا 118 ليجلس على كرسي ماري ماركوس. واليوم وصل قداسة البابا تودروس الثاني من دير الأنبا بشوي بوادي النطرون لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. نشوف الخبر معنا. وصل اليوم إلى المقر الباباوي قداسة البابا تودروس الثاني البطريرك 118 استعدادا إلى حفل تنصيبه غدا، وتقام مراسم التجليس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ليتسلم قداسة البابا عصا الرعاية المرقسية. وتوافدت عدة وفود دولية إلى القاهرة للمشاركة في طقس ترسيم البابا البطريرك غدا. قداسة البابا تودروس الثاني وصل إلى الكاتدرائية المرقسية وكان برفقة نيافة الحبر الجليل الأنبا بخوميوس القائم مقام البطريرك، ونيافة الحبر الجليل الأنبا سربامون أسقف ورئيس دير الأنبا بشوي. هنخرج نشوف وصول قداسة البابا. احنا كنا معايا الحقيقة من أول ما خرج من دير الأنبا بشوي إلى لحظات وصوله إلى الكاتدرائية. نخرج نشوف استقباله ونرجع نكمل معاكم أخبارنا. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات. انا بشكر كل الاباء الاحباء وبشكر محبتهم اللي ظهرت عبر الايام اللي فاتت والاسابيع اللي فاتت، وعارف ان صلواتكم القوية هي اللي بتسندني وهي اللي بتساعدني في هذه المهمة الجديدة،
وأنا واثق إن الإنسان مش ممكن ينجح لوحده، لكن ينجح دايما بعملنا كلنا معا ومحبتكم اللي في كل موقف وفي كل عمل بتظهر وبتبان. والإنسان تحت نعمة ربنا هو بيشتغل وبيعمل، وأنا واثق إن أمور كنيستنا كلها وكل حياتنا في يد الله التي يصنع بيها ويصنع فيها كل عمل صالح. أنا طلبتي طول الأيام اللي فاتت وما قبل ذلك كانت افتتاحية المزمور 69 اللي بنصليها كصلاة قصيرة: اللهم التفت إلى معونتي يا رب أسرع وعني. وبتذكر باستمرار اختبار القديس بولس الرسول لما قال كده: سلمنا فصرنا نحمل. فأنا محمول ببركة صلواتكم وبركة محبتكم وتعبكم، والحمد لله أحمل علاقات طيبة ومشاعر طيبة تجاه كل الأحباء، الأباء المطرنة والأباء الأساقفة والأباء الكهنة والأباء الرهبان وكل الكنيسة. أحمل لهم في قلبي مشاعر طيبة ومشاعر المحبة الفياضة والعلاقات الطيبة. بطلب صلواتكم ومحبتكم، وأرجوكم في صلواتكم الخاصة ترفعوها باستمرار من أجل أن الله يستخدمنا لتمجيد اسمه القدوس. وأشكركم كثيرا. برحب بكم مشاهدينا مرة تانية. عايز أقول إن إحنا كمان بنقول لقداسة البابا تودروس الثاني إحنا كمان بنحبك وبنحمل ليك مشاعر طيبة كبيرة قوي قوي، مشاعر مختلطة، مشاعر بهجة وحب وسعادة، مشاعر اطمئنان إن أصبح لينا أب وراعي نلجأ له، نترمي في حضنه وقت الأزمات، نسمع منه يرشدنا وينصحنا ويعلمنا، وهو ده مفهوم الرعاية. كلمة راعي من كلمة رعى الشيء، يعني حفظه وتولى مسؤوليته. كلمة راعي في الكتاب المقدس كان ليها مفهوم روحي، وفي العهد القديم ربنا استخدم أو اختار من يرعى شعبه أو من يخدمهم من أبسط الناس، وتحديدا كتير قوي كانوا من رعاة الغنم زي ما اختار موسى النبي، كان راعي غنم وكان حد بسيط جدا. كلمة راعي في الكتاب المقدس كانت لقب من أهم ألقاب الله في العهد القديم. قال عنه يعقوب: الله الذي رعاني منذ وجودي. ده كان في سفر التكوين. داود كمان قال: الرب راعي فلا يعوزني شيء. في العهد الجديد الرب يسوع قال عن نفسه: أنا هو الراعي الصالح. وعشان كده الكنيسة لما بتختار راعي بيكون الله هو رئيس الرعاة، لأن هو راعي الكنيسة. يعني الراعي الأب البطرك أو الأب الأسقف بيستمد الرعاية، بيستمد المسؤولية دي من راعي الرعاة الأعظم، من السيد المسيح بنفسه. كمان الدسقولية بتقولنا عن الراعي: أما الراعي الصالح فليكرمه الشعب ويحبه ويخافه كأب ورب وسيد ورئيس كهنة لله معلم للعدل، فإن من يسمع منه فقد سمع للمسيح. وده أكيد اللي بيخلينا دايما نسمع للأب البطريرك، معلم وراعي، بنسمع منه ودايما بنمشي وراه ورا تعليمه، لأنه هو استمد مسؤوليته دي من زي ما قلنا راعي رعاه الأعظم الرب المجد يسوع. في طقس القداس كمان بنخاطب الرب يسوع بنقوله في القداس: كراع صالح سعيت في طلب الضال. وده تأكيد على كلمة راعي، رب المجد هو الراعي الأعظم. ويدعى أيضا الأب البطريرك راعيا، وبنخاطبه في القداس ونقول مفصلا كلمة الحق باستقامة: راعيا شعبك بطهارة وبر. مشاهدينا نخرج نشوف الأنبا أغاصن أسقف مغاغة والعدوى قال لنا إيه عن مفهوم الرعاية، ونرجع لكم مرة تانية. احنا فرحانين باختيار السماء لسيدنا نيافة قداسة الأنبا تودروس، وأنا لدي إيمان وثقة أن عهده يكون عهد نهضة روحية
متعددة الجوانب، شاملة كاملة متكاملة. أما من جهة الرعاية، الرعاية أي رعاية كي تكون ناجحة محتاجة قيادة، قيادة، وده اللي أسسه رب المجد. أول سر في الكنيسة أو في المسيحية أسسه المسيح كان هو سر الكهنوت. سر الكهنوت ممثلا في الآباء الرسل، رئاسة الكهنوت، ثم الأساقفة الكهنة الشمامسة. ومدام وجد الكهنوت من عمله تتميم الأسرار، لأنه لو الكهنوت مش موجود لا يمكن أي سر يتم. كي تكون الرعاية ناجحة ينبغي أن يكون هناك كهنوت، وتقدم الخدمة من خلال الأسرار، تقدم من خلال الآباء، تقدم من خلال القيادة، يعني قداسة البابا مع المجمع المقدس. هناك دور كبير على قداسته معه المجمع. كي تكون الرعاية ناجحة ينبغي أن تكون هناك لجان متخصصة مع في كافة قطاعات الخدمة، إلى جوار التربية الكنسية، إلى جوار قطاعات الشباب، إلى جوار الأسرة، إلى جوار التعليم، إلى جوار التنمية. ونجاح الخدمة يتوقف على العمل الجماعي. وأنا في اعتقادي قداسة البابا الأنبا تودروس يؤمن بالفكر بالعمل الجماعي، ويؤمن بالإدارة، وهو جيد في علم الإدارة. مدام يؤمن بالفكر الجماعي قدسته، وإحنا لاحظنا حقيقة عليه من أول ما كان راهب. هيكمل قدسته المسيرة اللي بدأها سيدنا قداسة البابا الله ينيح نفسه الأنبا شنودة الثالث. والأمور يعني مثلا التطوير، هناك بعض النواحي تحتاج للتطوير. النبع واحد، الـ 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 الإيمان واحد، العقيدة واحدة، لكن كيف تقدم؟ وإحنا لا نتكل على زراعنا البشري، بل نتكل على عمل الروح القدس في الكنيسة ودور القديسين اللي كانوا بيخدموا على الأرض وانتقلوا للسماء. برحب بكم مشاهدينا مرة تانية. ها هو قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، البابا 118، والذي رأيت قلبه مثل قلبك يا الله فاخترته ليجلس على كرسي ماري ماركوس. مشاهدينا، كرسي ماري ماركوس مش مجرد كرسي خشب، لكن كلمة كرسي ماري ماركوس لفظ بيطلق على مقر رئاسة كنيسة الإسكندرية واللي أسسها ماري ماركوس الرسول. بيطلق كمان كرسي ماري ماركوس على الكرسي البابوي نسبة للبابا اللي بيجلس عليه كبابا الكرازة الماركوسية، وطبعا كان أول واحد هو ماري ماركوس الرسول. كمان كان كرسي ماري ماركوس منذ البداية موجود في مدينة الإسكندرية، عشان كده إحنا بنقول بابا الإسكندرية حتى القرن التاسع الميلادي. ومن بعد القرن التاسع الميلادي لم يكن أحد من البطاركة مقيما في الإسكندرية بعد البابا خائيل الثاني، البابا 53. خلينا نقول برضو أن كرسي ماري ماركوس زي ما احنا قلنا جلس عليه ماري ماركوس الرسول، واتنقل في أماكن عدة. اتنقل الكرسي الماركوسي
كنيسة العذراء المعلقة، كنيسة العذراء بقصر الشمع، كنيسة العذراء حارة زويلة، كنيسة العذراء بحارة الروم. ومن أول عهد البابا بطرس السابع البطريرك 109 نقل الكرسي المرقسي إلى الكاتدرائية المرقسية بالأسبكية حتى عهد البابا كيرلس السادس البابا 116، يعني نقول على مدار 8 بطرقة. بنى البابا كيرلس السادس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وتنيح قبل أن ينتقل الكرسي إليها، يعني أول كرسي مرقسي داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية كان هو قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث، مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث كان هو أول كرسي مرقسي داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. مشاهدينا هنخرج نشوف دكتور رشدي واصف أستاذ الطقس بالكلية الإكليريكية قال لنا إيه عن طقس صيامة الأب البطريرك، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. طقوس تجليس قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني البطريرك 118 في عداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. في الحقيقة طقس جلوس البابا البطريرك بينقسم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة موكب الدخول بالمختار بعد القرعة الهيكلية، ثم ينتهي هذا الجزء الأول عندما يتسلم قداسة البابا مفتاح الكاتدرائية ويفتح الباب ويدخل، ثم الجزء الثاني عندما يصل الموكب إلى باب الهيكل في الكاتدرائية وتتم طقوس تنصيب البابا البطريرك، ثم بعد ذلك الجزء الثالث وهو أن يتسلم قداسة البابا البطريرك ذبيحة القداس من الأسقف الذي رفع الحمل ويكمل القداس إلى نهاية القداس. بخصوص الجزء الأول وهو موكب دخول البابا البطريرك المختار، بيبدأ بحسب الترتيب أن يكون نيافة الأنبا تودروس، وعن يمينه وعن يساره نيافة القائم مقام البطريركي ورئيس ديره، يعني حيكون نيافة الأنبا بخوميوس ونيافة الأنبا سربامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي. موكب الأباء المطارنة بيكون حسب الترتيب الأدبي، الأحدث من الأمام إلى أن ينتهوا بالأقدم في مطارنة الكنيسة وأسائق فتها، يكون إلى جوار القائم مقام. بيكون في 2 من رؤساء الشمامسة، واحد بيحمل الإنجيل المقدس ويتقدم أمام المختار في الموكب حاملا الإنجيل بشارة الكبيرة المذهبة، والآخر بينتظر عند باب الكاتدرائية يحمل معه مفتاح الكاتدرائية الذي سوف يسلمه للبابا الجديد. يتقدم المطارنة والأساقفة خورس شمامسة الكلية الإكليريكية اللاهوتية، وهو خورس الشمامسة المعروف والذي يقوم بأداء الألحان في الأعياد والمناسبات الرسمية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. يتقدمهم مرتل الكاتدرائية وهو الشماس إبراهيم عياد. بعد قراءة الإبراكسيس يأتي الكهنة من الداخل ومعهم المجامر بحسب ترتيب الطقس، ثم يبدأ الموكب من أمام المقر البابوي وهم يرتلون لحن إفلوجيمينوس أو إرخومينوس إن أنوماتي كيري مبارك الآتي باسم الرب، وهو لحن معروف يقال في الشعانين ويقال في الدخول بالأباء المطارنة والأساقفة والبطاركة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ثم يصل الموكب وهم يرتلون لحن إفلوجيمينوس بهذا الترتيب الذي ذكرناه، أنه الأباء المطارنة والأساقفة على الصفين، المختار مع رئيس ديره والقائم مقام، وأمامهم رئيس الشمامسة، إلى أن يصلوا إلى باب الكاتدرائية
المرقسية. وهناك بيكون منتظر رئيس الشمامسة الآخر ومعه مفتاح الكاتدرائية، فيأتي يوقف الموكب عند الباب ويتقدم البطريرك المختار، ثم يأخذ المفتاح من يد رئيس الشمامسة، ثم وهو يفتح يقول من المزمور: افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل وأشكر الرب، لأن هذا هو باب الرب وفيه يدخل الأبرار. أشكرك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي منقذا ومخلصا. ثم يفتح الباب ويدخل، والأجراس تدق في الكاتدرائية ترحيبا بالبابا الجديد. ثم يتقدم الموكب يسير إلى أن يصل إلى نهايته، يبقى زي ما كان في البداية خالص، يدخل المختار والموكب أمامه إلى أن يصلوا إلى باب الهيكل، وهناك يسجد أمام الهيكل، ثم تبدأ مناصب تجليس البابا البطريرك بأن يرتل الشمامسة لحن أمونو جينيس، وهو لحن معروف ومشهور في أسبوع الآلام. ولكن في الحقيقة هذا اللحن قديما كان يرتل في كل قداس عقب الإبراكسيس، لذلك بعد قراءة الإبراكسيس خرج الشمامسة حسب الطقس القديم وأتوا بالبابا البطريرك الجديد، لذلك يبدأون بلحن أمونو جينيس: يا كلمة الله الإبن الوحيد الذي لم يذل غير مائت، لقد قبلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة مريم والدة الإله الدائمة البتولية، وتأنست بغير استحالة وصلت أيها المسيح إلهنا، وبموتك وطئت الموت، وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس، خلصنا. ثم بعد الانتهاء من اللحن يبدأ نيافة القائم مقام بتلاوة أوشيت الإنجيل من قداس القديس غريغوريوس، ثم يكمل بقية طقوس الرسالة. برحب بكم مشاهدينا مرة تانية. أبوة حانية، رعاية، خدمة، هي الصفات اجتمعت في شخصية قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، فاستحق عن جدارة فعلا أن يكون بطريركا وخليفة للقديس ماري ماركوس الرسول. لقب بطريرك، لقب بطريرك دخل في الليتورجية القبطية زمن البابا بنيامين الأول في القرن السابع الميلادي، ومنذ القرن الخامس الميلادي زمن البابا كيرولوس عمود الدين كان البطريرك يلقب في الليتورجية برئيس الأساقفة. أثناء تجليس البطريرك بيكون في مجموعة كبيرة جدا من الألحان، كلها ألحان فرح هيكلمنا عنها النهاردة نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف أسقف أمريكا الجنوبية. نخرج نشوف الأنبا يوسف قال لنا إيه عن الألحان وطقس التجليس، ونرجع لكم مرة تانية. في طقس بكرة هنلاقي ان في خمس ألحان مميزة بتتقال في طقس التجليس. اللحن الأول هو لحن إفلوجيمينوس، اللحن الثاني لحن أمونو جانيس، اللحن الثالث هو لحن نيسا فيف تيرو، واللحن الرابع توادروس ثم كايريو، واللحن الخامس اللحن بإبنفما. أول لحن، لحن إفلوجيمينوس، ده لحن أحد الشعانين اللي بنستقبل به السيد المسيح وهو داخل أورشليم ليقدم نفسه ذبيحة عن حياة العالم. مش كده اللحن ده بيقول أصنى، أصنى معناها خلصنا. ولأن قداسة البابا أيضا هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف، فالكنيسة في كل مرة بيدخل قداسة البابا الكنيسة بتزفه بنفس اللحن من أجل تشبهه بالسيد المسيح الراعي الصالح، وأيضا هي خدمته خدمة بذل من أجل خلاص النفوس، لأن الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. فده معنى لحن أمونو جاني، لحن إفلوجيمينوس. أول ما بيوصل قداسة البابا للباب وبيفتح الباب
وبيدخل إلى الكنيسة بيزف بلحن أمونوجانيس. اللحن ده اللي هو اللحن اللي بيتقال يوم الجمعة العظيمة، وبيتكلم على السيد المسيح الذي تجسد لأجل خلاصنا وقدم نفسه ذبيحة على الصليب لأجل خلاصنا. وزي ما احنا قلنا إن في فلوجيمينوس إنه بيتكلم على الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف، أيضا لحن أمونوجانيس اللي بيتقال يوم الجمعة العظيمة في الساعة السادسة والسيد المسيح معلق على خشبة الصليب، أيضا هو نفس اللحن اللي بيزف به قداسة البابا، لأن رمز إلى أيضا إلى خدمة قداسة البابا هي خدمة بذل وتضحية اللي أكد عليها السيد المسيح في يوحنا 10 إنجيل الراعي الصالح، وهو ده الإنجيل اللي هيتقرف قداس بكرة، إن الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. اللحن الثالث لحن أنيسة فيف تيرو، وده اللحن اللي هو بيقول يا كل حكماء إسرائيل اصنعوا ثوبا كهنوتيا يليق بكرامة كهنوت أبينا المكرم قداسة البابا. فاللحن ده بيقولوا الخرس قبل ما يبتدوا الباس قداسة البابا الملابس الكهنوتية بتاعته، فده لحن جميل، وهو عادة في القداس بيتقال قبل تحليل الخدام، لكن بكرة هيتقال وسط طقس الرسامة قبل الباس البطريرك الملابس الكهنوتية بتاعته. اللحن الرابع وهو لحن بيقال بدل بهمت غار ويا غابي اللي هو توادرس ثوما كاريو، ده بيتقال كما رد للبولس، فقبل قراءة البولس اللي بتقري في طقس الرسامة غير بولس القداس اللي بتقري قبل الرسامة، في طقس الرسامة في بولس قبل الإنجيل، فبيتقال لحن توادرس ثوما كاريو، وده عبارة عن لحن مديح، وبنقول فيه ان نعمة الروح القدس فلتكن مع أبينا المكرم قداسة البابا. آخر لحن وده بعد ما بيتقري الإنجيل بيقولوا الشمامسة لحن بإبنفما، وده طبعا معروف لحن حلول الروح القدس. ففي هذا اليوم اللي احنا بنصلي من أجل إدرام مواهب الروح القدس ونعمة الروح القدس في قداسة البابا لكي ما يكون مؤازر بنعمة وعمل وفعل الروح القدس، وكل مواهب الروح القدس تحل عليه وكل الفضائل وثمر الروح يمتلئ بها. فعلشان كده بيختم الطقس التجليس بلحن بإبنفما. ده ملخص سريع على الخمس ألحان اللي بيتقالوا بكرة. برحب بكم مشاهدينا مرة تانية، لسه بنكمل معاكم جولة داخل تفاصيل مراسم تجليس الأب البطريرك قداسة البابا المعظم الأنبا توادرس الثاني البابا 118 على كرسي ماري مرقس. وصلنا إلى عصا الرعاية. أكيد كلنا بنشوف الأب البطريرك، الأب الأسقف، الأباء رؤساء الأديرة وهم بيحملوا عصا الرعاية، وكلنا بنشوف أن عصا الرعاية بيكون لها تقوس أو انحناء من أعلى. الهدف منها في الأول كان الأباء الشيوخ إن هم يتكئوا عليها، لكن الحقيقة من أول القرن السابع كان أول ذكر طقسي لعصا الرعاية. تشير عصا الرعاية إلى الراعي اللي بيرعى خرافه، وعشان كده الأب البطريرك بيمسك عصا رمزا لرعاية شعبه. الحقيقة نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل كلمنا عن طقس ومراسم التجليس، كلمنا عن الملابس وعصا الرعاية. نخرج نشوف نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل قال لنا إيه ونرجع مرة تانية. ان بيلبسوا البابا ملابس الكهنوتية، كل قطعة من الملابس لها صلوات خاصة بيها، وبعدين يجلسوه على كرسي ماري مرقس بطقس مخصوص برضو، وبعد كده بيدخل يستلم عصا الرعاية من على المذبح ويقرأ الانجيل اللي هو فصل الراعي الصالح، وبعدين يبقى فيه كلمة. جايز كمان الوفود الاجنبية اللي هم مشتركين معنا في الايمان زي الاحباش والاريتريين والارمن والسريان، هيبقى لهم مساهمة في الصلوات خاصة بطقسهم، وبعد كده يكمل القداس كالمعتاد. البابا طبعا هو اللي بيقود القداس، وبعد القداس هينزل بموكب لمزار ماري مرقس ياخد بركة ماري مرقس، وبعدين يبقى فيه زي وليمة أغابي للمجمع المقدس مع البابا وبعض الأراحة. بنرحب
مرحب بكم مشاهدينا مرة تانية. الحقيقة كنا معاكم في جولة سريعة إخبارية، كمان الأباء الأسقفة والأجلاء كلمونا النهاردة عن مراسم وطقس تجليس الأب البطريرك واللي هتكون بكرة. كنا معاكم النهاردة من داخل استوديوهات ميسات، من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. ساعات ونحن في انتظار لحظات تملأها لهفة واشتياق لحضور عرس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليتسلم قداسة البابا تودروس الثاني عصا الرعاية ويبدأ في استلام مهمته، واللي بنطلب أن ربنا يديله نعمة فوق نعمة وحكمة فوق حكمة ويعينه على مسؤوليته وعلى رعاية الشعب والكنيسة. مشاهدينا هنكون معاكم بكرة من الساعة على الخامسة صباحا، ننقل لكم تفاصيل لحظة بلحظة، ننقل لكم القداس الإلهي، مراسم تجليس قداسة البابا تودروس الثاني. انتظرونا من الخامسة صباحا، بشكركم وإلى اللقاء. أنت اللي تختار الوعي الصعب. اللمبة تمام.